بدل ما تصورون صورة تلوث يا اخواني جزاكم الله خير. انقذونا من ريح الخفاء، الله يجزاكم خير. الله يجزاكم. المنطقة متلوثة من اولها لاخرها. لو كاميراتكم تشملها والمكان اشتغلت. يلا مشي. الله يكفينا شر الدكان. يا جماعة بدل ما تصورون، مر المستوصف اللي خلال 20 يوم 350 حالة ربو. يا جماعة لعبوا علينا الله يرحم والديكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى مع الصبح في غزة لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا مو قاعدين نطالب بحل مجلس الأمة أو زيادة الرواتب، احنا نطالب بحقنا المشروع في استنشاق هواء نظيف.